ابتهاجا بانتصار حزب سيريزا في الانتخابات التشريعية اليونانية، احتفل أنصار الحزب وسط أثينا بأداء الرقصات الجماعية وترديد الأهازيج. وتقول مؤيدة للحزب: كنا متأكدين من انتصار سيريزا، وذلك رغم الأخطاء التي قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية. نأمل أن نرى وجها آخر لأوروبا غير أوروبا الأسواق والمصارف. نحن ننزف منذ 5 سنوات وعلى أوروبا أن تتغير. وكان زعيم حزب سيريزا أليكسيس سيبراس راهن على ناخبيه لمنحه صلاحيات قوية في بلد يعاني الأزمة رغم استمراره في سياسة التقشف. وتقول مفادة يورونيوز: آلاف مؤيدي حزب سيريزا احتفلوا في ابتهاج بفوز أليكسيس سيبراس، وفي أول كلمة ألقاها بعيد الإعلان عن النتائج الرسمية تعهد سيبراس بتشكيل حكومة مستقرة تحافظ على مستقبل اليونان الأوروبي. وقد حل حزب الديمقراطية الجديدة في المرتبة الثانية، إلا أن تسيبراس فضل تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب اليونانيين المستقلين. وتقول امرأة مؤيدة لحزب الديمقراطية الجديدة: نشعر أن مستقبلنا غير مضمون، ولا نعرف ما هي الإجراءات الأخرى التي سيطلب من الحكومة الجديدة احترامها لتطبيق الاتفاق، وأنا أعتقد أننا سنخوض انتخابات جديدة في البلاد خلال وقت قصير. وقد تبدو مواقف زعيم حزب سيريزا متقلبة، إلا أن الناخبين يعتقدون أنه يسعى لصالحهم.